هلا انتبه بدي لك شيء بالنسبه للمصريين، فيهم شغله كثير حلوه. يعني صباح قد ما مثلت الله يرحمها طبعا الاسطوره، بس دائما اذا هلا بنحضرها بتشوف انه في عندها لهجه، في يعني عندها اكسون لبناني. بس المصريين في شغله كثير حلوه انه بحسوك انك منهم دغري حتى لو انت لهجتك تقبلوها لانه حبوها. لا هن بيتقبلوا الناس، يعني مثلا اذا رحت لعندهم جمعتين تقول انا ماشي على لبنان. لبنان رايح فين؟ لي خير يعني لا بلدي هو انت لبنان على طول بحسوا انه انت منهم، فبحسوك يور هوم. يعني قلتي لي قبل شوي انه انت نشيطه على السوشيال ميديا ما كثير، ما انا بستحي يعني حتى صور اولادك ما بتنزليهم؟ لا صور اولادي لا، يعني ما حسيت انه انا بحق اللي قرر عنهم اذا بده يكونوا بابليك فيجر ولا لا. أوكي. من هلا تركتهم، عملت لهم فيسبوك، عملت لهم ايميلز مشان بس بعدين يكبروا، بس يعني يكون بايدهم قرار او حبي. ما بقى عم تحسسيني كانوا حسابات بالبنك يعني فيسبوك وايميل لا الايميل انه حلو من هلا؟ في ليش لا؟ بصير ابعت عليهم انا وبيهم اشياء مهضومه مثلا. خبريني مامي كيف انا بحب. كيف تعرفتي على بيهم؟ كيف تعرفتي على جوزك على ايهاب؟ يا ويلي ايهاب قصه حب حلوه بالنسبه لي، بحسها هيك انه بحبه. ف انا هيدا الموضوع بيضايقني كثير على فكره. بستحي يعني. لا خبري حلوه اذا ليك ايهاب قبل ما نتعرف على بعض يعني ونبلش نخطب لانه دغري خطبنا. اوكي. هو كان طالبني لفيلم من كتابته، فانا هيك انه الدور اللي عرضوا علي هيك استغربته شوي، حسيت انه لا يعني انا ما كثير بحب الادوار اللي فيها ما بعرف انه شيء هيك سنشوال او هيك. اوكي. ف ضايقت ورفضت الفيلم بوقتها. بعد فتره بال 2008 صار شيء حدث بلبنان، التفجير او شيء، لقيت تليفوني عم بيرن رقم، استغربت حتى مش من مصر يعني وانا بمصر كنت، فلقيت بيقول لي انا ايهاب لمعي عم بحكيكي من اليونان، سمعت انه صار في مشكله بلبنان وحبيت اطمن عليكي وعلى اهلك وهيك. لقيتها كثير شيء هيك واو انه شو مهضوم، انه في كثير ناس ما حكتني ولا فرقت معه. الله يسامحك كنت ندق قبل 2008 كمان. ف هلا لما رجع على مصر حكاني قال لي مايا انا حابب ارجع اعرض عليكي نفس الفيلم ونشتغل على الدور، يعني ما في داعي انه فينا ناخذ ونعطي يعني بالدور. واخذت موعد، اعطاني موعد عنده بالمكتب ورحت، وبس فتت بالباب بفوت معي شخص جايب لهم كانوا هن عم جربوا يمرقوا على الرقابه فيلم الديكتاتور. أوكي. اللي انعمل كان هو اذا بدك كوميدي نوار عن الحاله بمصر وهيك، فكان صار لهم زمان رايحين جايين ما عم تجي موافقه عليه، اجت الموافقه فوت بباب المكتب. قال لي روقي شوي انسي لي اول فيلم، بدنا نصور ديكتاتور وإلك فيه دور. انه انا اوكي بقرا ما عندي مشكله بقرا. قال لي لا قعدي وبنحكي، تعي انا وياك بنحكي هلا عن الدور. وقعدنا هلا نحن وقاعدين كنا بلشنا نحكي عن الدور. اول بسادن بتطلع هيك بلاقي صور اولاد صغار، فقلت له انه اسم الله الله يخلي لك اياهم. قال لي لا 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 انا مش متجوز. قلت له اوكي سوري فكرت. قال لي لا هذول اولاد شريكي. فقلت له قال لي بس انا انه حلم حياتي يكون عندي اولاد. قلت له انا كمان. بس ايه وكليكت على طول دغري. يعني كيف خطبك؟ هلا الفكرة انه ضلينا سبع ساعات قاعدين من بعدها، سبع ساعات متواصل عم نحكي انه قال يعني عن الفيلم. اوكي. بس كنا عم نحكي عن كل شيء. هلا خطبني بعد شهر، كان عيد ميلادي. ايه. انا كنت بعد كان صار لي فترة طويلة بمصر وما طلعت على اسكندرية، بقى قال لي بدي طلعك على اسكندرية. قلت له اوكي فاين حلو. قال لي هيدي عيد ميلادك طلعك على اسكندرية. طلعنا وقعدنا على الشط، على شط اسكندرية على البحر. قال لي بعد شوي قال لي ما تيجي نلعب لعبة. قلت له اوكي. قال لي بصي شفتي ايوه في كان شو تنكة مشروب غازي حتى ما نقول دعاية تنكة كولا مثلا كانت محطوطة هيك على الأرض. فقال لي ليكي بنضرب افيه بنشوف مين بيقدر يسيبها، بس لازم تضرب بالأرض بعدين تنط. اوكي فجربنا. قلت له طيب. قال لي اللي بيربح اللي بيكسب بيطلب من الثاني حاجه. قلت له اوكي. فصرنا تك تك تك، فثاقب حظه انه هو اللي ربح.
فقلت له تفضل اطلب. قال لي ايدك. قلت له اشمعنى؟ قال لي لا انا بطلب ايدك. وكان حاطط بجيبته المحبس وطلب ايدي قدام الناس على على شط السندري. طول بالك. الفكرة انه كمان كان المحبس مش محبس عادي، كان عامل لي اياه تصميم مخصوص لإلي كمان على اسمي. حلو حلو.